السلام عليكم ورحمة الله. هلو everybody, I'm Dr. عماد إبراهيم. We'll continue our course of gastrointestinal pathology and lecture of today is about intestinal tumors. Polyps, اللي هو ال definition of polyps, إنه polyps is a mass that protrude into the lumen of the gut. أي mass بيحصل له protrusion أو بيحصل له يعني زي ما بيقولوا يطل على اليومين بتاع تجويف الامعاء, بنسميه شنو؟ بنسميه بوليبس, اللي بنلقاه جوا. when we look by the colonoscopy بنلقى فيه شنو؟ بنلقى فيه بوليبس او حاجه بروترودين من السطح بتاع الميوكوزا, بنلقاه قايمه لفوق. طيب في نوعين من البوليبس من ناحية بتاعت مورفولوجي, في حاجة اسمها بدنكيوليتد بوليبس وفي حاجة اسمها سيسايل بوليبس. طيب البدنكيوليتد بوليبس بيكون بوليبس عندها زي النج, عندها نج وعندها يعني هيد, طيب زي المشروم كده يعني. السيسايل بتكون قايمة شنو؟ زي الأصابعين, بتكون قايمة زي شنو؟ كأنه زي الأصابعين. طيب البوليبس may be formed as a result of abnormal, يعني البوليبس either انها تكون non-neoplastic polyps او neoplastic polyps. ال non-neoplastic polyps هي بتكون ناتجه من شنو؟ abnormal mucosal maturation او من inflammation او في الارتيتكشر زي الهامرتوما مثلا, كويس؟ دي كلها بنسميها non-neoplastic polyps. اما البوليبس الناتجه من epithelial proliferation ومعاها dysplasia are termed شنو؟ adenomatous polyps او بيسموها already adenoma, اللي هي benign tumor لكن it is a neoplastic. It is a neoplastic وممكن في ريسك اللي هي بيعتبر true neoplast, true neoplast, كويس, ورم حقيقي, كويس, لكن حميد, لكن ممكن يمشي يكون بريكيرسر لشنو؟ لكارسينوما. طيب let us say it again, إننا البوليبس هو mass protruding في اليومين of the gut. في نوعين, في pedunculated polyps وفي sessile polyps. طيب ده من ناحية بتاعت مورفولوجي شكل. طيب من ناحية بتاعت الايتيولوجي بتاعها, في نون نيوبلاستيك غير ورمية ما عندها ريسك انها تمشي تبقى كانسر, زي شنو؟ بتكون قايمة من انفلاميشن او نتيجة مشكلة في الارتكشر زي الهامرتوما او مشكلة في الماتوريشن من كوزا الماتوريشن. اما اللي بتكون نيوبلاستيك اللي هي الادينوما او ادوماتيوس بوليبس بتكون نتيجة لسيل البلوريفريشن معاها ديسبليزيا اللي هو فيري دينجرس. طيب النونيوبلاستيك بوليبس ممكن نقول هايبربلاستيك بوليبس, جوفينايل بوليبس, في حاجه اسمها بيتس جيفرز بوليبس اللي هو سيندروم برضو بيكون فيه بيجمنتيشن في اللبس وكده. طيب عندنا انفلاماتوري بوليبس نتيجه لكرونيك انفلاميشن عمل بوليبس, لينفويد بوليبس. طيب النيوبلاستيك عندنا بيناين بوليبس اللي هو ادينوما, وعندنا مالجننت ليجون, كويس, بتيجي طبعا من البناين بوليبس دي زي الادينو كارسينوما وسكويموس سيل كارسينوما وزينوس, دي كلها موجوده في الجي اي. عندنا اذر تيومرز زي الجست تيومر, جاستروانتستاينال استرومال تيومر, وعندنا الكارسينويد تيومر اللي هو بيجي من شنو؟ من اندوكراين سيل موجوده في الامعاء, والليمفوما من شنو؟ من الليمفويد تيشوز الموجود في الامعاء. طيب ده من ناحيه شكل, ده من ناحية شكل قلنا ده البدنكوليتد بوليبس, ده من ناحية شكلية from morphological point of view, ده this is the بدنكوليتد بوليبس and this is the sessile بوليبس. طيب عندنا this is ممكن يكون ده hyperplastic بوليبس اللي هو زي ما قلنا non-neoplastic بوليبس, وده adenoma اللي هو neoplastic بوليبس. شايفين ان في ديسبليزيا وفي abnormal architecture او abnormal يعني cell arrangement او abnormal cell morphology. طيب النونيوبلاستيك بوليبس example ليه الهايبربلاستيك بوليبس. النونيوبلاستيك بوليبس represent 90% of all epithelial polyps في large intestine, بالذات في الركتو sigmoidal region, لانه common في الركتو sigmoidal region. طيب often بيكونوا multiple و less than 5 mm in diameter, صغار يعني. طيب بيكونوا زي النيبل لايك زي الحلمة, حلمات سيسايل, هيمسفيريكال
smooth protrusions of mucosa histologically contain abundant crypt lined with well differentiated goblet or absorbed epithelia. يعني هي بنلقى الكريبت كتيرة لكن في الأخير الخلايا بتاعت الكريبت are normal cells. طيب عند have no malignant change. طيب نشوف الأدينوما أو الأدوماتيوس بوليبس هي real neoplastic polyps range من تكون small but inculated أو تكون large sessile lesion. الميل والفيميل affected equally وفي high risk في الناس اللي بيكون فيرس ديجري ريلاتيف. يعني اي زول فيرس ديجري ريلاتيف عنده ادينوما ممكن الثاني اللي هو قريبه من الدرجه الاولى يكون برضه عنده ادينوما. طيب هيستولوجيكالي اور ادينوما ليجنز ارايز از ا ريزلت اوف ايبيثيليال بلوريفيريشن وديسبليزيا which may range from mild to severe as represent transformation للكارسينوما. ممكن تكون مايلد ادينوما الديسبليزيا تمشي تبقى سيفير ديسبليزيا ادينوما وبعد شوية تحول لي لكارسينوما طوالي. طيب الادينوما divided into three subtypes on base of epithelial architecture. epithelial architecture اتقسمت لتيوبولر ادينوما شكلها زي التيوبولز, فيلس ادينوما شكلها زي الفيلس بروجكشن كويس, تيوبلو فيلس ادينوما. طيب المالجننت ريسك with adenomatous polyps correlate مع ثلاثة حاجات. أول حاجة البوليب سايز كل ما كانت كبيرة كل ما كان احتمال إنها تكون مالجنت. الهيستولوجيكال ارتيتكشر اللي هم الثلاثة شكلها شنو؟ طبعا الفيلاس دي أكتر واحدة بتبقى مالجنت. طيب بعد ذاك السيفيريتي أوف إبيثيليال ديسبليزيا. طيب نشوف التيوبولر أدينوما. جروسلي التيوبولر أدينوما ماي أرايز أني وير لكن زي ما قلنا 50% في الركتو سيجمويدال ريجون اللي هي بكتر فيه ال 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 البوليبس. ذا سايز اوف ذا ليجون بتكون من 0.3 لكن ما بتفوت 2.5 سنتيمتر ان ديامتر. طيب وبكون عندها استالك او نيك بتكون طويله عندها استالك من 1 تو 2 سنتيمتر لونج. طيب هيستولوجيكالي ذا استالك از كفر ويز نورمال كولونيك ميوكوزا بت ذا هيد از كومبوز اوف نيوبلاستيك epithelial forming branching gland lined by tall hyperchromatic cells. النيك زي ما قلنا شايفين هي النيك بيكون نورمال, النيك ده بيكون نورمال جلاند لكن الهيد فوق بيكون lined with cells elongated cells وفيها hyperchromatic nucleus اللي هي باعتبارها شنو؟ باعتبارها الهايبر الديسبلاستيك سيلز. شايفين هنا بتكون هايبر بلاستيك سيلز. طيب دي التيوبولر ادينوما. طيب عندنا الفيلوس جروسلي زي ارسيسايل زي الحلمات اب تو 10 سنتيمتر ان ديامتر كبيره والميوكوزا از كفر باي ديسبلاستيك كولومينري بيسيليا ديسبلاستيك كارسينوم از فاوند ان 40% اوف ذيس ليجن. فيري كومن انها تعمل كارسينوما اللي هي الفيلوس ادينوما. نجي للتيوبولو فيلوس دي ان بتوين in between the tubular and the villus في الريسك بتاع انها شنو الديجري بتاع الديسبليزيا والريسك بتاع انها تمشي تكبر كارسينوما هي between the tubular and the villus. طيب الكلينيكال فيتشرز are usually asymptomatic until such time that occult bleeding lead to clinical significant anemia. طبعا كل الانتستاينال ليجنز دي ممكن تكون بتعمل occult bleeding due to friction اثناء ما الامعاء بتتحرك الليجون بيتحكى بنزل حبه الدم بيسموه الاوكل بلوت لانه ما بكون فرانك بلوت ما بكون دم واضح صريح في شنو في الاستول بسموه اوكل بلوت عنده فحوصات معينه بتكشف بيها. طيب فبتكون هي اسيبتوماتيك لحد ما الاوكل بلوت ده يعمل لنا انيميا بعد ذاك نشوف سبب الانيميا ونلقاها شنو كولون كانسر او كولون بوليبس او ليجون. طيب الفيلوس ادينوما ار ماتش مور فريكوينت symptomatic because overt or occult rectal bleeding ممكن تعمل either frank bleeding أو occult bleeding فهي دائما شنو السيبتومز بتاعتها بتكون أسرع وزي ما قلنا هي المالجنسي تندس بتاعها أكتر. طيب ممكن يحصل هايبوبروتينيميا وهايبوكاليميا. طيب في حاجة اسمها الفاميليال بوليبوزيس سيندروم اللي هو autosomal dominant disorder يعني شنو اللي بيكون عنده الجين لو الجين واحد خلاص بيكون عنده الجين. البيشنت ديفلوب من 500 ل 2
1500 كولونيك ادينوما. يعني they have about hundreds or thousands of adenomas في الكولون, و most of these بكون tubular adenoma, لكن sometimes بكون في villus. الريسك بتاع الكولونيك كانسر في الناس دي اللي عندهم familial bulbosis syndrome هو 100% by midlife, يعني حصلوا منتصف العمر بيجيهم دائما كولون كانسر. عشان كده بيعملوا لهم بروفايلاكتيك كولوكتومي, يعني بيشيلوا لهم الكولون كحاجة وقائية. طيب the genetic defect underlying الفاب has been localized to the ABC gene اللي هو adenomatous bulbosis coli gene اللي هو جين موجود في كروموزوم 5 في اللونج ارم الكيو. طيب شايفين this is colon colectomy من patient عنده familial adenomatous polyps, وبنلقى في thousands او hundreds of polyps في الكولون. طيب عندنا الكولوركتر كانسر, most of the colorectal cancer about 98% هي adenocarcinoma, يعني 98% من سرطان القولون, لانه القولون فيه الغدد المخاطيه والجوبلت سيلز والحاجات دي بيكون adenocarcinoma. كويس. البيك انسيدنس هو في الستينات والسبعينات 60s and 70s, common في developed country و less common in Africa. الادينوماز ار بريسيومد انها البريكيرسر للليجن, بيفترض انه الادينوماز ار بريكيرسر فور ذيس ليجنز. طيب الميلز ار افكتد ان اباوت 20% مور ذان الميل مور ذان الفيميل, يعني في 20% من الحالات بيكون الميل افكتد مور ذان الفيميل, يعني بنسبه زي 1.2 ل 1. طيب what is the causes, what is the etiology, what is the pathogenesis, both genetic and environmental influence contribute to the development بتاع colorectal cancer. طيب في individual with hereditary non-bulbosis colon cancer syndrome اللي هي حاجة اسمها HNPCC اللي هي genes مسؤولة من mismatch repair بتاع DNA, حاجة اسمها DNA mismatch repair gene, دي genes موجودة اسمها HNPCC أو بسموها hereditary non-bulbosis colon cancer genes اللي هي genes أصلا مسؤولة من mismatch repair, لما يكون في bases في mismatch مثلا مفروض في DNA C مع G والT مع A, لو في T مع C بيقوم بيعمل repair للmismatch ده, فالgenes دي إذا حصل فيها defect ممكن يعمل لنا colon cancer, فالناس بيكون عندهم high risk of developing colon cancer و also عندهم high risk لdeveloping choriocarcinoma كولانجيوكارسينوما. كولانجيوكارسينوما اللي هو السرطان بتاع الغنوات بتاعة البايل دكت. طيب في حاجات انفيرمنتال برضو بتأثر في الكولون كانسر. طيب زي شنو؟ زي الضيط مثلا, حاجات مثلا زي الضيط كويس اللي هو يكون له أن أبزوربابل فيجيتابل فايبرز, يعني زول اللي بيكون الأكل بتاعه ما هاي في الفيجيتابل فايبرز, زول بيأكل سلطة كتير وبيأكل فايبرز اللي هي فيها بتمتص الموية وبتخلي دائما الستول صفت, ديل يعني ما بيجيهم أو النسبة بتكون أقل في الإصابة بالكولون كانسر. وأي زول الأكل بتاعه له في الفيجيتابل فايبرز اللي هي دائما زي ما بقوله هنا بيكون عنده نسبة أكبر إنه يجيه كولون كانسر, لأنه اللي يقول الفيجيتابل فايبرز دي بتساعد في شنو؟ بتساعد في يعني انه تمتص المويه وتخلي تعمل سوفتنينج للستول. طيب برضو الناس اللي بيكون هاي كونتنت اوف ريفاين كربوهيدرات, هاي كونتنت اوف ريفاين كربوهيدرات, يعني الناس اللي بيتناولوا اكل فيه ريفاين كربوهيدرات, كربوهيدرات مركزه, او الناس اللي بياكلوا هاي فات كونتنت بالذات في الميت, بياكلوا لحم سمين او لحم فيه دهون كثيره. برضو الناس اللي بيكون عندهم ديكريز اون تيك في بعض الفيتامينز زي فيتامين اي وسي واي. طيب الكولوركتر كارسينوجينيسيس, now they are believed انه في two distinct pathway for colorectal carcinoma. الاول هو بيسموه ABC gene بيتا كاتنين pathway, ABC gene بيتا كاتنين pathway اللي هو الباثوي اللي بيحصل فيه ديفلوبمنت من ادينوما
وانت ماشي في السيكونس لحد ما تيجي شنو لكارسينوما، وده انفولف فيو الفاميليال ادوماتوس ادوماتيوس بوليبس او بوليبوزيس. طيب ده اللي هو الفاب انكلود في شنو في الناس اللي بيكون عندهم فاميليال ادوماتيوس بوليبوزيس انفولف في الباسوي بتاع الاي بي سي بيتا كاتالين باسوي. طيب الباسوي الثاني اللي هو انفولف الهيرديتال نمبولوبوزيس كولون كانسر اللي قلنا شايل الجينز بتاعت المسماتش ريبير او بيسموها مايكرو ساتلايت انستابيليتي. الناس اللي بيكون عندهم مشكله في المسماتش ريبير بنلقى عندهم دائما مايكرو ساتلايت في اخر الجينز في حته اسمها مايكرو ساتلايت بتكون فيها انستابيليتي. طيب بوث اوف ذيس باث واي انفولف ذا ستيب وايز اكوميليشن اوف مالتيبل ميوتيشن. يعني في التو باث وايز دي ما في باث واي باعتباره بيحصل من ميوتيشن واحدة، لازم يكون accumulation of شنو؟ multiple mutations. ده الباسوي الأول بتاع الـ ABC بيتا كاتالين جين، ABC بيتا كاتالين، فبتطور إنه بيحصل أول حاجة الفيرست هيت، الطفرة الأولى بتحصل في الـ ABC، بعد ذاك بيجي ABC بيتا كاتالين اللي هو ميثايليشن abnormality، بيحصل ميثايليشن الفيرست هيت، السكند هيت بإنه يعملوا inactivation للجين بالميثايليشن، بعد ذاك بيحصل اونكو جين او بروتو اونكو جين اكتيفيشن اللي هي تكبر اونكو جين زي الكيراس، بعد شويه بيحصل ان اكتيفيشن للبي 53 وبيحصل لوس اوف هيتروزايجوسيتي واللي هي انفولف كثير من التيومر سبريشن جينز بيحصل ليها سبريشن فيتحول لكارسينوما، وبعد شويه اكويرد التلوميريز عشان تعيش فتره طويله وميني جينز بتخليها شنو انفيزيف كارسينوما. ده الباسوي الاول اللي هو بتاع شنو بتاع الاي بي سي بيتا كاتالين باسوي. الباسوي الثاني اللي هو زي ما قلنا انفولف ال هيرديتال نمبولوبوزيس كولون كانسر او الجينز بتاعت المسماتش ريبير. عندي جينز بتاعت المسماتش ريبير كويس انفولف في عمليه تكوين شنو الكارسينوما زي ما قلنا بيحصل في الاول جيرم لاين بيكون انهيريتد اللي بيكون عنده جيرم لاين، بعد ذاك اكويرد بيحصل ميوتيشن في المسماتش ريبير جين ده بيعمل لي الترت انه مجرد ما انت المسماتش ريبير بيصلح الدين ايه حصل فيها هنا معناه في كثير من الجينز هيحصل فيها تراكم بتاع ميوتيشنز وبيحصل لنا حاجه اسمها مايكرو ساتلايت انستابيليتي كويس، وبيحصل اكوموليشن بتاع كميه بتاعه ميوتيشن بتؤدي لانه شنو انه يحصل ديكريز في الانكريز في الجروس وديكريز في الديفرنشيشن وديكريز في الابتوزيس في الاخير بيدينا انفيزيف كارسينوما. ده الباسوي الثاني. طيب من ناحيه بتاعه مورفولوجي 25% من الكانسر بيكون في موضوع في السيكم وفي الاسندين كولون. من السيكم وانت طالع على الاسندين كولون 25%. طيب عندك 25% تاني في الركتم والديستال سيجمويد و25% برضو في الديسندين كولون والبروكسيمال سيجمويد. يعني محلة السيجمويد فيها around 50% من الكانسر بتاع الكولوركتال كانسر، وفي 25% تاني بتكون سكاترت إلسوير. طيب شايفين هنا طيب شايفين عندنا هنا about 25% 10 زائد 15 25% عندنا بعدك 25% هنا وعندنا بعدك 5 هنا في السيجمويد كولون البروكسيمال والديستال اراوند 50% وبعد ذاك عندنا 25 موزع ثرو اوت ذا كولون. طيب طيب اول كولوركتال كارسينوما بيجين باي انسيتو ليجون، بتبدا بانسيتو ليجون بعد ذاك الانسيتو بيبدا بيتطور لحد ما يقبل لنا شنو يقبل لنا انفيزيف كارسينوما. طيب الاوبستركشن از انكومن كونها تكفي للكولون از انكومن، لكن sometimes في الديستال كولون ممكن تعمل حاجه اسمها انيولر انه الكانسر اللي في حول الكولون زي النابكين رينج كونست بيسموها نابكين رينج كونستريكشن. نابكين يعني جايه من الحفاظه او البامبر لانها بتتلف حول الوسط بتاع الطفل، فالتيومر بيكون لاف حول الكولون فبيعمل حبه كونستريكشن بيعمل تضيق لكن ما بقوم جوا. يعني في بعض التيومر بتقوم في اليومين لما تكفي لليومين هنا لا هنا بتقوم بتعمل نابكين رينج كونستريكشن اللي هي بتعمل شنو ناروينج في الباول اليومين. طبعا زي ما قلنا اول كولوريتال كارسينوما مايكروسكوبيكلي سيميلر لانهم كلهم ادينو كارسينوما كويس، وممكن يكون ويل ديفرينشيتد او يكون بوري ديفرينشيتد او ان ديفرينشيتد اللي هو فرانكلي
انا بلاستيك ماسيس، ما بتقدر تعرف الاوريجن بتاعي الا بايميون هيستوكيمستري وبماركر عشان تعرف انها هي اصلا من الكولون كانسر. طيب ميني تيومر بروديوس ميوسين، عشان كده واحده من الـ يعني الفيتشرز كلينيكالي انه البيشنت دائما بنشتكي برضه انه في مخاط بيطلع مع الفسحه، في مخاط في مخاط، برضه واحده من الـ من الانديكيشن انه ممكن يكون واحد من الديفرنشال دياجنوز انه يكون كولون كانسر، وممكن يكون طبعا انفلاماتوري باول ديزيز او كده، لكن برضه ممكن لانه الجرام تفرز اكسس اوف ميوسين. هنا عندنا ويل ديفرنشيتد سكويموس سيل كارسينوما كويس، وعندنا دي بورلي ديفرنشيتد، ذيس از بورلي ديفرنشيتد، شايفين حتى الجلاند اليومن بتاعه ما واضح، دي بورلي ديفرنشيتد. دي هنا السيلز شايفين عامله سيجنت رينج، بتشوف الخليه الواحده عامله دايره وفيها نيوكليوس في الطرف زي الخاتم بتاع شنو بتاع الزواج اللي هو بيكون شنو فاروزه فوق والغنايه، فهي دي بسموها سيجنت رينج. شايفين الخليه بتكون عامله كده وفيها نيوكليوس، ودي عباره عن خلايا ملانه ميوسين. طيب الكلينيكال فيتشر ممكن يكون اسيمبتوماتيك فور ييرز. السيكل والرايت كولون كانسر ممكن كم تو اتنشن باي ابير اوف فاتيجابيلتي ويكنس وايون ديفيشنسي انيميا. برضو الليف سايد ليجن ممكن بروديوس برضو اوكلت بليدين، لكن عموما اي ايون ديفيشنسي انيميا ان اولد مان انت بتخط انها هي جاسترونتستينال كانسر انليس بروفر اذروايز. لو ما اثبتت العكس زول في كبير ستينات سبعينات جاءوا كولون كان جاءوا ايون ديفيشنسي انيميا من غير سبب معروف، تخطها انها كولون كانسر لحد ما بروف اذروايز. طيب عندنا ال spreading and staging all colon cancer spread، ممكن تعمل spreading by direct extension، دي واحد يعني من الكولون تعمل direct extension لل adjacent structure، وممكن through lymphatic و hematogenous لل regional lymph node ولل lung ولل bone ولل liver وكده. طيب النظام المتبع في ال staging وفي ال staging بواسطة الامريكان جوينت كوميشن اون كانسر بيستخدموا التي ان ام تيومر نود ميتاسيس كلاسيفيكيشن. طيب شايفين هنا زي ما قلنا ده الكولون، اول حاجه ممكن تمشي للميزنتريك نود، ممكن تمشي بالذات لو كان في السيجمويد ممكن يمشي للساكرال والبلفيك نود كويس، و ممكن يحصل له ميتاسيس يمشي هيماتوجينيس بالبورتال فين للليفر، وهنا ممكن يحصل مثلا نابكن رينج اللي هو نابكن زي ما قلنا زي البامبر نابكن رينج كونستريكشنز ممكن تحصل، ودي كلها هنا ممكن يكون ايزر البلود واضح لو كان في السيجمويد بالذات، او يكون اوكال بلود وطول الزمن يعمل لنا ايون ديفيشنسي انيميا بعد ذاك نعرف انه في كولون كانسر. طيب كده وي فينيشد الادينو كارسينوما اوف ذا كولون كانسر. في اذر كانسر سيس، في سترومال تيومر زي ما اتكلمنا في في الاستومك انه في سترومال تيومر، في ادينوماز اللي هو اتكلمنا عنها، في لايبوماز كويس اللي هو هنا، في جاسترونتستينال سترومال تيومر، في اللي هو كارسينويد تيومر اللي هي جايه من اندوكراين سيلز، وطبعا في الادينو كارسينوما. طيب المهمه هي الكارسينويد تيومر، وهناك في في الاستومك ما اتكلمنا عنها لانها هي مور كومن في الانتستين مور عن الاستومك، لكن ممكن تحصل برضه في الاستومك. هي كانسر سيل او هي سيلز الهندوكراين سيلز عندها بايو اكتيف بيبتايد، بتفرز بايو اكتيف بيبتايد او بتفرز هرمون، وهي موزعه في الجي اي كلها، ممكن تفرز لنا جاسترين، ممكن تفرز اي واحد من الهرمونز. طيب دي لما يحصل فيها كانسر تيومر ارايزنج فروم اندوكراين سيلز بنسميه كارسينويد تيومر، وممكن تفرز لنا جاسترين نسميها جاسترينوما، او تفرز لنا سوماتوستاتين نسميها سوماتوستاتينوما اند سو اون. طيب البيك انسيدنس بتكون دائما في السكس ديكيدز في العقد السادس. طيب اول كارسينويد ار بوتنشال مالجنانت، ما في كارسينويد بتكون بيناين، كلها مالجنانت وبتكون اجريسيف بيهافير، والاجريسيفنس دائما كورليت مع شنو انه السايت اوف اوريجين كويس، دائما بتكون اول كارسينويد ار بوتنشال مالجنانت زي ما قلنا، والاجريسيفنس بيعتمد على السايت اوف اوريجين، طبعا 90% بتكون في الالياك وممكن يكون في الجاستريك برضو، لكن اكتر حاجه في الالياك في الانتستين مور كويس. الدبس
of local penetration كل ما كانت deep كل ما كان bad prognosis و side of tumor دي كلها عندها تأثيرات. تبدأ نشوف الكلينيكال فيتشر اوف كارسينويد لأنه الكارسينويد زي ما قلنا بيفرز vasoactive أو active peptide. طيب ممكن يعمل لنا cutaneous flush إنه زول يكون يعني عنده إحمرار في الجلد أو يكون even عنده cyanosis. ممكن يعمل intestinal hypermobility اللي هو يعمل لنا diarrhea و cramping انقباضات كويس زي التنس مصونوزيا وفوميتين. ممكن يعمل أزماتيك بروكو كونستريكشن أزماتيك أتاك كفويز ديزنيا. ممكن يعمل هيباتو ميغالي نديولر ريليتو هيباتيك ميتاسيسيس يعمل هيباتيك ميتاسيسيس أو نياسين ديفيشنسي ديوتو شنطن أوف نياسين تو سيروتونين سنسيتيز لأنه هي بتفرس السيروتونين فبتحتاج لكل النياسين تشيله عشان تعمل منه السيروتونين. طيب systemic fibrosis ممكن تعمل cardiac involvement تعمل لنا pulmonary أو tricuspid valve thickening stenosis لأنها بتأثر في الكارديك. ممكن تعمل even retroperitoneal and pelvic fibrosis نتيجة للvasoactive peptide دي. طيب the precise base of carcinoid syndrome is uncertain but manifest are thought to be due to elaboration بتفريز زي ما قلنا السيروتونين ده بيعمل لنا كتير من المشاكل وحاجة اسمها 5 هيدروكسي تريبتامين والمتابلايت بتاعت اللي هي 5 هيدروكسي انيدول اسيتيت اسيتيك اسيد فدي كلها ممكن دياجنوستيك نلقاها في البلط او في اليورين زي ال 5 HIAA لو لقيناها في اليورين معناها في ده بالذات المتابلايت ده لو لقيناها في اليورين معناها او في البلط معناها في شنو في كارسينويد تيومر. This is the end of this lecture. Please any question or comment contact me on our prime immediately. Thank you very much for your listening.